سليم أنا محال كاميرا مخفية أنت تديرها لنا شحال عسيت روحي أنا ديما وشحال مين درت النية درت هذي السلام عليكم صح فطوركم مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفية أردوا بكم سيزون 2 أردوا بكم ليها تطلع عليكم يوميا عبر قناة البلاد خلال شهر رمضان إن شاء الله كل يوم حكاية جديدة مع كوب جديد الحكاية تاع اليوم كان أن جون جاب الخطيبة تاعو باش تحضر ليميسيون اللي راهو معروض فيها سوا ديزون حصة اجتماعية وكان هناك ناس حابين يقابلوه لما تكتشف الزوجة تاعو هاد الناس اللي حابين يقابلوه تولي الحكاية في الدونجي جينجل ونعاود نقول لكم باش نكتشفوا الحكايه مشاهدينا الكرام اينما كنتم على سلامتكم مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم المحبوبه ملاقات خير هذه الحصه صح ملاقات خير لانه في لي زيميسيون كاع اللي جازوا ان شاء الله اللي راهم جايين ان شاء الله معنا اللي كايجوزوا معنا يتلاقاو في الخير ويروحوا في الخير جينجل ونعاود نقول لكم ان شاء الله نعاود نقول مره اخرى البلاطو تاعنا باش نكتشفوا حكاية اليوم بدون إطالة نستقبلوا السي محمد والأخت تاعو سهام باش يحكيو لنا الحكاية تاعها مرحبا بكم دونك جيتو ليميسيون تاعنا باش تقابلوا شخص نعم عندكم اون ايستوار معاه هذا الشخص اللي كان خاطب الأخت تاعك هكذا خويا محمد خاطبها حتى دوكا الحكايه راهي نورمال ماذا بينا نسمعوا دي ديتاي بلوس دو ديتاي على الحكايه هذه باش المشاهد تاعنا يفهم واش كاين انا عارفه على كل حال هو كيما يقولوا كان اون كونتاكت معايا من هكذا دخل لدارنا من هكذا عرف لا مامون تاعي من هكذا الدار بابا من كيما يقولوا يدخل ويخرج عادي تما اوكي وفينالمون كيما يقولوا شغل بون حاب يتقدم على سنة الله ورسوله على باش كيما يقولوا يخطب اختي با بروبليم اونطون كيما كان يبان بنادم انتيك ما شاء الله دونك انت اختي هام والاخ محمد جيتوا البلاطو تاعنا اليوم باش تقابلوا الشخص هذا تفهموا وعلاش راح ما جاتش بان وي كريم وعندك طالب اخر نعم يكمل لو با لي دارو علاش با تسوسي لو مسيو هذا راه حاضر معنا سي حاضر هنا حكيم دونك جينجل نعاودوا لكم ان شاء الله عوده مره اخرى للبلاطو ملاقات خير بدون اطاله نستقبلوا طرف ثاني لانه الشرع يسمع من زوج جوايا سمعنا من الجهه الاولى نزيدوا نسمعوا دوكا لي سوار لا فيرسيون تاع السي حكيم اللي تفضل تحت تصفيقاتكم لا باس لا باس صباح خويا حكيم والله الحمد لله سؤال عليك لا باس بيان الحمد لله دونك خويا حكيم بدون اطاله على بالك لو برينسيپ تاع ليميسيون تاعنا نجيبو شخص البلاطو لانه كان هناك اشخاص ولا شخص واحد اخر حاب يقابلو شكون اللي عرضك ليميسيون تاعنا والله اوكين ايدي اخو اوكين ايدي اوكين ايدي وي والو 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 زيد خمم شويه بالك ماني شافي كاع بالك صادق مانيش نيماجينيش من هذا البنادم اللي راه يلاقيني لكن انا ليماج ليك اون برينسيپ هذه الخطيبه تاعك وي اكزاكتومون وي اخو اكزاكتومون دونك بدون اطاله نستقبلوا سي محمد والاخت سهام تحت تصفيقاتكم مرحبا بكم ماذا بينا هذا اللقاء نفريوه كيما نقولوا كالميمو رانا في حصه كيما نقولوا تعرف باللي خطيبه تاعك او يعترف دونك حبينا نعرفوا احنا مادام جينا البلاطو جبنا لك البلاطو حبينا نعرفوا واش من الحاجه اللي خلاتك تروح ما تجيش تولي ظروف خويا العزيز هي باش تطلب تقول لك انا راني بخات باش نسهل له كاع الامور مع دارنا المهم يعاود يولي ليا وحنا ماذا بينا قبل ما تروح من البلاطو قبل ما تخلص ليميسيون ان شاء الله تروحوا فرحانين ان شاء الله انت والزوجه تاعك والاخ تاعها و
تعرضونا للعرس نجيو ناكلوا كاطو. ما نرجعش خويا العزيز، انا خاطب انا. معليش انت كاين امل في لوريلاسيون هذه؟ لا ما كاش كيفاش. انت قلت راني خاطب. كيفاش ما كاش كيفاش؟ انا خاطب انا سي بون خلاص. كيفاش انا على بالي هذه خطيبة؟ لا قلت لك انا خاطب سي بون خلاص انا اخو. عندك خطيبة واحدة اخرى؟ خطيبة واحدة اخرى ماشي اسمع. كيفاش عنده زحف؟ في بيبليك وراي لا فيونسي تاعو. عنده فريمون فيونسي. فيونسي وراي لا فيونسي ديالو. مازال عندو فيونسي ديالو. في بيبليك. كيف فيونسي ديالو؟ انت هي. انت هي. اتفضل لي معانا اتفضل لي معانا. روحي تشوفي شوفي. لا ريجي. تقدريش معاها ما تقدريش معاها. جيب لنا تقدريش معاها. شد انت في الله يسترك. تهضر معاها. شوفي ما تقدريش معاها. دونك مشاهدينا الكرام كما شفتوا حكاية تاع اليوم راهي معقدة شوية. احنا كان الهدف تاعنا باش تكون سهلة، مي ما مالغري معقدة إن شاء الله نسيو نلقاو حل نخرجوا بحل أون سوليسيون. كوم بارازار سي حكيم خطب الأخت سهام، ومن بعد موراها زاد خطب الدوزيام. مي فريمون خويا راك مشربك ها. أنا مشربك ما والو العزيز. معليش يا با توزي حنا الهدف تاعنا شويه ما حنود ليكش ما ندير فيه. هكذا ما حتى هي تنودي ما تهضريش معاها ما تهضريش معاها. تجي لهم ديك الصح. معليش ما تهضريش كاع معاها. شد انت اختك الله يسترك. سيلفو بلي سيلفو بلي سيلفو بلي انا نهضر معاكم. شحال عندك ملي خطبت؟ شحال عندهم ملي خطبك؟ 7 موا. كاسات موا. شحال عندك ملي خطب؟ كاس 3 موا 4 موا. رابيد انت اخو. ما تضيعش كاع 7 موا 3 موا. سمحوا لي شي شغلي هذا ما نعرفش. اسمها اسمها شحال كل سهام؟ لا اسم سهام ثاني. سهام لا اله الا الله. انت كيفاش انت اللي اسمها سهام تروح تخطبها ولا كيف؟ اخو شوف ولا مكتوب ربي يا عنده 3 موا وهو خاطبك. جامي حكى لك بلي كان خاطب من قبل؟ مش باينه ولا ما يهضرش. اها وما حسيتيش بلي كان على علاقه ديجا من قبل مع اينوت؟ كيريها كيريها خليك معاها انت. رحت بدلتني بطفله كيما هادي. واش اخويا روحي شوفي اسكو ما تسمحيش فيه؟ ما نسمحش فيه. وانت يا الاخت سهام انا يجي معايا سهله سهام وسهام الحصه تاع اليوم سهله الاسامي. انا جا دار لو باغ دام كامل لا فامي كملوا يجي اوفيسيال لازم عليه تاع ولد هاد يعني انا دونك معليش يا هضري معايا. ما تهضريش معاه ما تهضرش معاه. هذه خطيبه الاولى تاعك. اسكو مازال عندك كيما نقولوا دي سنتيمون من جهه تاع سهام الاولى؟ شويه اخو شويه شويه يحبني. مازال عندك دي سنتيمون؟ شويه بيتي نخبطك بكرسي الوجه انت. نوضي خبطي بكرسي بيتي نخبطك. نوض حاجه باينه شاوره قدام دار. معليش دقيقة. علاش أنا زعما ما قدرتش تشرف ديك الكرسي؟ معليش حبيتي نجي لك؟ روحي 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 خليها تروح. خلاص ريحي روحي. استرك ما ديريليش لي بروبليم لهنايا. تسمع تسمع فيا نورمال. ما تقوليش باش ما تقولوش جلد رب المرأة. يا حبيبي خليها خليها خلاص نعقد عليك وصايي خلينا من الحكاية ديالك. شنو هذي تاع؟ واش ما تلعبش بيديك واش انت تعرف هادي باش تهضر معاها؟ واش 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 اسكت انت اسمعي ناقد عليها وخلينا من الحكايه هادي. بيزير تعقد عليها تعقد عليها قولي دابا ما يقدش عليها ما يقدش عليها دوك تشوفي تقول لها قد دوك نروح والله ميري ونشوف. اسمع سي بون خلاص دوك نروح غدوه ان شاء الله نروح والله ميري ونفرها. شوتي دونك مبروك عليك سي بون اخر كلمه. اخر كلمه واش من اخر كلمه واش يعقد عليها؟ قالوا يعقد عليها. انا راني معتذر من خاطيني. انا ماشي حلقه شعري. انا قاتلاتو ماشي حلقات. تعشتي شي شبع شبع عليك بزاف. الله يبارك. الله يبارك فيك. سهام سامي دوكا كيفاش اخت سهام؟ وسهام وسهام ما فهمتش مع انك تهدر دابا صافي. كيفاش انت تقدري تسمحي فاسيلمون في تقدري تسمحي فاسيلمون في هو على كل هو اللي سمح فيك ماشي هو سمح فيك انت ما كيسامحها فيها. ما تهضرش معاها انت هكا. ما تهضرش معاها انت هكا. ما تهضرش معاها انت هكا. ثاني دير لعب فمك ما تحلش فمك. معليش معليش بالعقل بالعقل. اي فوالا اي فوالا رجعت لك قالت لك انت بلع فمك فوالا. علاش تبلع فمك مدام خطيب تاعك هذا؟ ماشي خطيب ديالي سي بون. علاش بصح؟ حيعقد عليها. انت واش سي بون تسمى دوك تسمحي فيها هو حيعقد عليها خلاص الحكايه هنا سي بون. خويا بصح تسمح فيها ديفينيتيف. بلعي فمك. معليش
يقول لي بلعي فمك انا حندين ندير راجلي ونا لا 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 سيبهم خلوا نكملوا لي دوكا 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 تلود انت تلود انت هادي تلود دوكا سيبو بلي سيبو بلي سيبو بلي اخو شوف لنا الميميشن ديالك هذا ما تبعت لنا كاع على بعض سيلو بلي سيلو بلي سيلو بلي شفتوني انت وش الميكرو وش الميكرو وش الميكرو شوف ريحي انت معليش ريحي الاخ وش الميكرو ماشي مربيه اختك علاش ماشي مربيه علاش ريحي ما تهضريش ماشي مربيه ريح ما تهضرش معاه علاش ريحو 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 خلاص وقت الحصه انا نقول لك باللي ماش راح يعقد ودار لك كاميرا وسمحينا أكد بخيرك سهام وسهام كيف أشخو؟ صابا شوية أخوة سهام سهام وسنين على بالي دونك مدام قصرنا معاك دناكم من كاميرا كاشي دنا لك ليك يو كاميرا كاشي كان معنا الفيونسي تاعك حاكم كيفاش حسيتي قولنا؟ قلبك حبس ايوه سي بون على بالي ماشي قادر معليش دونك خزري هيك في الكاميرا قول لهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم صحه فطوركم صحه رمضانكم وردوا بالكم ردوا بالكم دونك مشاهدينا الكرام ضربكم وعدكم ان شاء الله حلقه جديده معكم بجديد سلام شحال قبل قالوا لساني